أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة في مدينة مكة المكرمة في شهر محرم من العام القادم. وأوضحت الهيئة أن منطقة الكدوة إحدى المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، والتي ترتكز على البعدين الإنساني والمكاني.